انا كبرت في هذه المدينه، انا كانت عندي فكره على العمال ديال البلديه بانهم خدامين بخير. وكاينين نهار سي بري بري احمد دخل البلديه وعرفت الحقيقه بان لا اله الا الله، مهمشين بزاف والله الا مهمشين بالله. ما انا ندير العبره غا براسي، انا معاهم دابا واحد المده لا تحصى، قلت لك عام ما غاديش ما شكون اللي يضمنني انا خدمت معاهم عام 20 عام، شكون اللي يضمنني بانني خدام معاهم 20 عام؟ انا كنهضر على راسي وكنوب على العمال الاخرين. واحد النقطه وهي صافي تغمضوا لينا العينين، ما بقاوش حتى شي باب، ولا الخدام هنا عبد. وعقود وهميه هذاك العقد، انا اش نقول لك، عاد تنديروا الجميل كنمشيو نسنيوه صافي. لاسورانس ديجا انا طرا ليا مشكل، طحت مشيت شديت 2400 في لاسورانس وقال لك سير جيب واحد الشهاده ديال الشفاء بانك بريطي باش يزيدوك شويه. واش نتوما وانتوما كتاكلونا بلا باي تشربونا وقيتوش كتاكلونا، ولينا كنجوكم ساهلين في الهضم، كتهضمونا دغيا. حنا راه مهمشين في الحياه، مهمشين في شحال ديال الحوايج، لا داعي. راه الشعب المغربي عارف عارف اش كنكونوا هنا، عايش معنا راه الابناء ديالو باش خدامين. منهم انا كاميو الزبل من النظافه. اش نقول لك، لو لقيتها كتضرب السويع ديالك كتمشي تروح، هادي الاولى. الثانيه اش نقول لك، وعلاش حنا دايرين دابا هادشي بلا ما نقول لك انا بشحال خدام؟ راه باين ما دايرين معنا والو. واش انا خدام 44000 في الشهر، فهمتي؟ خدام 44000 في الشهر، كنضرب حتى انا الخدمه ديالي، فهمتي؟ كنضرب بحالي بحال ايها العامل. ولكن كاين راه ما كاين شي حقوق هنا ديالنا ولا يديروا لينا. حنا ولينا كنتخلصوا بحال لا فابريكا، حتى لا فابريكا ما بقاتش، راه مشات في السبعينات. كان والدينا كيخدموا بلا فابريكا. لا فابريكا هي موسمي، كيتخلص غير باليد، دايرين لك واحد كيخلصك بيديه. حنا لا ما بيناش داك الشيء، حنا دوك الفلوس اللي غنشدو نشدوهم حتى حنا بنقاط مثلا بنكا. واش نقول لك، رئيس الحكومه في راسو كلشي، فهمتي؟ واللي معاه في راسو كلشي، فهمتي؟ حنا التصويره ديالنا كتصورنا بلا باراي كانون، فهمتي؟ وكتعطيك بلو نوار وهما كيوروها ليه، وتا هو ولا ما عرف دير لي لونتي كيشوفنا اون كولور ولا سعادة اخنوش دير معنا شي حاجه. انت بعدا الاول انت المسؤول، راه مبقاو معلقين لك في الرقبه ديالك. لحقاش جيتي دخلتي على هذا الملف هذا وما درتي فيه والو، تكلمتي عليه وما درتي والو. الناس في الانتخابات وهمونا على كل شيء، لا داعي نقول لك انا اش قالوا، لا داك الشيء باين. راه زرعنا لكم شجر الكراميل، لا راه درنا لكم النافوره في السماء، راه التيريفريك دايزه بالضو، راه عرفناها خدامه بالضو. شحال عندنا الكروم، راه داك الشيء باين. الناس دابا راه واهلي فين وصلوا. راه انا هذاك النهار ولدي تهرس لي يديد وخسرت عليه مليون ونص، ما والو، ما شت والو. ما لو كنت خدام خدمه مزيانه راه كنت تعوض، لو كان ولدي ما غاديش يتعطل في الهرس ديالو، ما غاديش نخسر هذا الثمن هذا اللي قلت، حتى انا نستافد من بلايص اخرى. كنعطيك انا الامثله، اما هاد الناس هادو كاملين نيابه عن الله الا ضايعين، اقسم بالله الا ضايعين. الا السيد انا حليت عيني هو معنا لقيتو خدام في البلديه، هو باقي خدام في البلديه، جيت انا السيد الاخر حتى هو انا حليت عيني لقيتو في البلديه، اخوتي الكبار لا اله الا الله. راه بزاف القليل فينا هنا دابا، راه الا ضربها راه عمك ديال الكرفي، راه الله يجعل البركه شبيتي. ما تقد لهاد السيد، اش غتخسرو؟ واش غتخسر شي حاجه من جيب؟ واش دابا شي مسؤول دابا هادشي اللي يعطيونا يعطيوه من جيبهم؟ اخنوش ما تعطيناش من جيبك، حقنا راه كاين عندكم بوان فينال، حقنا كاين عندكم، انتوما عارفين فين دايرينو، اعطيوه لينا. ما تحاولوش تبنيو به مغرب اخر او لا مدينه اخرى، حنا راه محتاجينه دابا باش نقريو به ولادنا اللي يبنيو ديك المدينه. وما انتوما وقتكم راه غادي تدوزو، الله يرحم الوالدين. اليوم غادي نتواجدوا بالجماعه الحضاريه من اجل المطالب ديالنا لحق مشروع اللي فيهم صندوق الانكار لمنح الرواتب التقاعد. هاد الناس هادو خدامين معاهم واحد المده ديال 20 عام 19 عام،
لا تغطيه صحيه لا فلوس الدراري لا لاكيس ديالنا. الا مرض الا مر فينا شي واحد ما تيمشي ديك النظر العظامو، ما كاين لا تعويضات، ما كاين. هاد الناس هادو راه قتلونا راه قهرونا، راه اليوم ما تنجيو حنا ما تنجيو نتواجدو قدام هاد المجلس هادو تنديرو هاد الوقفات هادو، راه تتصرف فينا العظم. وهاد الناس هادو تنعيو وانا راسلهم، تنعيو نكتبو لهم طلبات اللقاء باش نتحاوروا معاهم ونجلسوا معاهم، قال ما نديرو حنا هاد الوقفات هادو، اعدونا على الحوار، بينا نتحاوروا ما كاينش معاهم التحاور. هاد الناس هادو راه الله يهديهم، راه ديننا عبيد عندهم. اليوم راه جينا لهنا تنتواجدو هنايا باش نوصلوا النداء تاعنا لجلالة الملك نصره الله. الله يخليك لينا سيدنا، الله يطول لنا في عمرك، دخلينا في هذا المشكل هذا. هاد الناس هادو راه قهرونا، هاد الناس هادو راه قتلونا في هاد البلاد هادي. راه باقي حنا في عصر العبوديه، لا 2024 لا يعقل 2024 ومازال ما عندي لا تغطيه لا فلوس الدراري لا لاكيس ديالي، وانا 18 عام وانا اللي ضرب هنا و20 عام. راه وصلت فينا العظم، راه لا اله الا الله. راه ما تن الخلاص ديالنا خويا واحد الخلاص يرد على واحد الخلاص، اش نقول لك ما تبغي يعدوك. باقي حنا تخلصوا الصدقه، ما عندناش حنا الخلاص، حنا عندنا الصدقه. هاد الناس هادو تجي لفان الشهر تاعك تيجي تيعيط لك جاي بسم الله الفلوس تاعك، وباقي دوك الفلوس ما تعدوهاش لينا كامله. واحد الفصيله ديما ديك الفصيله تتكون ديك 56 ريال 46 ريال تتمشي، راه تصور ديك الفصيله تتمشي ل 1600 خدام ولا شحال، كل واحد تمشي لديك الفصيله. وملي تنجي تنهضروا عليها تيقول لك انت تخدم ولا مطرود. ديما انا بعدا ديما التهديد انا بالطرد. علاش؟ حيت تنهضر على حقي وتنهضر على الاخوان ديالي. راه هاد الناس هادو راه اللي يعقلوا باقي 2024 باقي تخلص من يدي ليديك. احنا ما تنطالبوش بشي حاجه، احنا تنطالبو بصندوق الانكار وتنطالبو ببطاقه بريد بنك. هادشي باش تنطالبو حنا لهاد الناس هادو اللي شي حاجه حق مشروع اللي بسيط. حنا ما طالبنا بالوظيفه العموميه، ما طالبناش شي حاجه اللي ما كايناش. حنا طالبنا بداك الحق ديالنا. علاش؟ حيت كاين بعض الجماعات اللي في النواحي تاع اكادير اللي حققوا لهم هاد المطالب هادو، قدوا لهم هاد الصندوق هذا واطر رجعي. اوكي بلا 10 سنين 12 عام داروا ليه اطر رجعي، وبخير الحمد لله. تتهضر معاهم تيقول لك بخير، تيمرض تيمشي تيدي ولادو تيداويهم المسائل. وهاد الناس هادو ملي تنمرض انا نهار ولا يومين راه تيحيدوا عليا من الخلاص، وتيقول لك جيب شهاده طبيه. ومتى تجيب شهاده طبيه تتقول له دير جبت لك شهاده طبيه، تيقول لك شهاده طبيه جبتها لك باش نشد لك بلاصتك، ماشي باش تخلص عليها. والنهار مشاو لك، وحنا بغينا نعرفوا هاد النهارات هادو بعدا واش كاين شي مسؤول اللي مراقب هاد النهارات اللي تيمشوا، واش تيرجعوا للماليه، وفين تيمشوا هاد النهارات اللي تحيدوا لينا حنا. وانا واحد الاخوان بعض الاخوان هما ما كامل حتى العام دابا كانوا جايين مع 3 الصباح خدامين هما في الكاميون ديال النفايات، 3 الصباح جاهم ساكن داروا قصيده ماتوا الله يرحمهم، هما ولاد عمام وماشي ولاد انا ولاد صويره، ماتوا مساكن الله يرحمهم. جينا المجلس واحد الحاجه اذا المجلس جمع واحد البركه بيناتهم تقريبا شي 10000 درهم، ما كاينش شي مسؤول اللي مشى لتما، ما كاينش شي عضو اللي مشى لتما، مشى صيفطو موظف، ما كاين حتى اللي مشى يرحم دوك الناس، موظف صيفطو 100000 ديال هذا السيد 100000 ديال هذا السيد، مالو الله يرحمه الله سميتو، حنا تنشكرو ذاك الموظف اللي مشى لتما الله يجازيه بخير، ديما تيدير الخير وديما تيوقف مع الخدامة، مع العمال العارضين ديما تيوقف معاه وتنشكرو هو راه عارف راسو. الله يرحم الوالدين، راه مشى عاد العبودية، حنا تنطلبو بحقنا، حنا ما عندناش مشكل لا مع المجلس، لا مع الموظفين، لا مع المسؤولين، حنا المشكل الوحيد اللي عندنا في حياتنا مع هاد الناس هادو هو الصندوق الانكار اللي منح الرواتب التقاعد، هذا هو باش تنطالبوا، وابقى نطالبوا به حتى يبقى فينا عرق واحد. وصلت اخ النوش، وانا انا براسي عديت ملف السي عزيز اخ النوش، عديتو ليه هكا عند الناس ديالو دوك الحراس ديالو في جمال الدره، كانت واحد الدوره تما وجا سميتو ودار هكا وجا السيد جد عندنا الملف وعطاه السي عزيز اخ النوش، وعطانا وقت السي عزيز اخ النوش وقت الطوموبيل جد عندنا الملف والمسائل. وانا راه ما عمر شي واحد اللي تحاور شي دورات جبدنا فيها حنا ولا شي حاجه، ما كاينش ولا شي اجتماع ولا في البرنامج ولا ما كاينش شي واحد عمرو اعترف بينا. الحاجه اللي معترفه بينا حنا في المدينه هذه هي السكينه، تشكروا السكينه، هما المساكين هما اللي تيدعمونا، هما اللي المساكين تيفرحونا من العواش للعواش. حنا نجاوب بكل وضوح، هاد الناس هادو ما عمر فرحونا، هاد الناس هادو عطاونا واحد الملحه وتيبقى يعاودوا لنا العام كامل، وديك الملحه اللي في الحق ديالنا حنا والعام كامل تيبقى يعاودوا علينا. ملي تهضر معاه تيقول لك راه خرج لك واحد الملحه القد والقد، وحتى علاش نبقاو حنا فهاد؟ وحنا ديك الملحه حيدها ليا وعطينا الصندوق الانكار اللي ملح الرواتب التقاعد، هذاك هو اللي بيدانا. اش ديك الملحه ودخلها لي في الصندوق الى بيتي لي الخير. راه حنا بينا نديرو ولادنا، راه تزاد الشهر وانا خدام، راه 36 عام اللي عندي في عمري، راه ما داير لا ولاد لا والو، ما عندنا مستقبل لا والو. وفين بيدينا نمشو؟ وين ما كناش مغاربه قولوا علينا نمشيو لخوات البلاد، ولا دونا خونا البلاد ولا لحونا في شي حبس، سدوا علينا قتلونا عدمونا، راه وصلت فينا العظم، راه بقى نهضر ونبقى نناضل على حقي تيبقى فيا عرق واحد. راه ما تهددوا فيا، راه ما تهددوني، راه عيد ما تهددوا فيا، راه والو حقي حق مشروع ادعتوه ليا. إلا ما شدينا هنا نشدوه قدام الله، وباقي حنا غنهضروا.
راه باقي الاعتصامات، باقي جاي الاعتصامات، وان شاء الله هذا الاسبوع هذا المقبل ان شاء الله غنقولها لكم بكل وضوح، الاسبوع ان شاء الله نشوفوا هذه الوقفه هذه، درتم معنا الحل جلستم معنا الطبله، مرحبا، نحلوا المشاكل بيناتنا، ما بيدور الاسبوع المقبل ان شاء الله، راه كاينه مسيره على الاقدام عند جلاله الملك ان شاء الله للرباط، وتحملوا المسؤوليه تاعكم، هذيك راه المسؤوليه تاعكم تحملوها، وحنا تنقول لكم انا من هذا المنبر، راه ان شاء الله الاسبوع الجاي راه مسيره على الاقدام. وتنشكروا جلالة الملك والله يخلينا سيدنا والله ينصر ملكنا